بمناسبة عيد القديس يوحنا الروسي، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس قداسا إلهيا، وذلك في كنيسة رقاد السيد العذراء مأدبة حنينة. وفي نهاية الخدمة شكر سيادته الأب إشعيا حداد الذي خدم الرعية والشبيبة ومدارس الأحد والكشافة في مأدبة خلال خدمته فيها في الأعوام الماضية. وقال سيادته: لقد توكلتك الكنيسة اليوم ببركة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث للخدمة في كنيسة رام الله، كما وكل سيادته الأب أغناطيوس كاهنا في مأدبة تحت بركة الإرشمندريت إرينيموس الوكيل البطريركي لخدمة الشبيبة ومدارس الأحد والكشافة. وعلى المستوى الإداري أوكل سيادته للأب إغناطيوس دورا هاما في مدارس مأدبة مندوبا رسميا لسيادته. عونه في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور حشد من المؤمنين. أبونا إغناطيوس، من هاي اللحظة بهذا الأسبوع المهم اللي هو أسبوع العنصر، واليوم بعيد القديس يوحنا الروسي بكل ما يحمل هذا القديس من عمق في حياته اللي عاشها واللي مجد الله بقداسته فيها، اليوم الكنيسة ببركة أبينا صاحب الغبطة بتوكلك حتى تكون أنت خادم وراعي في هاي الكنيسة تحت بركة أبونا الحبيب إيرونيموس الوكيل البطرياركي، ومع إخوتك أبونا نيكولاوس وأبونا يوسف، اللي من هاي اللحظة رح تكون أنت خادم هاي الرعية المهمة في مدينة مأدبة. أبونا، محبتي إليك كبيرة وثقتي فيك كبيرة كمان. أنت بعرفك من صغرك وأنت في الكنيسة وأنت في مدارس الأحد والشبيبة لحد ما أصبحت مرشد في مدارس الأحد، لا بل مسؤول عن مراكز عديدة في المملكة بالإرشاد لمدارس الأحد. خبرتك عظيمة، وكنت لمدة 20 سنة خدمت كمدير في أحد البنوك المهمة في الأردن كمدير هناك لمدير من أهم أقسام هذا البنك، وكان إلك دور كبير في الإدارة، كان إلك دور كبير في التعليم الروحية لطلابنا، اكتسبت خبرة كبيرة لاهوتية وروحية وعملية. وعشان هيك من اليوم ببركة أبينا صاحب الغبطة رح تكون تخدم هاي الرعية المحروسة من الله. بتمنى لك أبونا خدمة مليئة بالثمار الروحية بالعمل الروحي بكل الأصعدة.